ظن وأخواته هي أفعال ناسخة، يعني بتغير وبتبدل الجملة الإسمية. تنقسم لثلاث أقسام: أفعال تفيد الرجحان، وأفعال تفيد اليقين، وأفعال تفيد التحويل. رد معايا، أفعال الرجحان مثل ظن، حسب، زعم، خال. ظن، حسب، زعم، خال. أفعال تفيد اليقين علم، وجد، رأى. وقلنا رأى مش البصرية، مش رأى يعني شاف بالعين، رأى يعني علم ووجد ورأى، تيقن يعني من شيء معين. أفعال التحويل: جعل، حول، صير، وكلهم نفس المعنى التحويل. يعني تدخل على الجملة الإسمية، الجملة الإسمية نفسها مكونة من إيه؟ مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، صح؟ المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع دول الجملة الإسمية. لو أنا دخلت ظن عليهم أو أحد أو إحدى أخواتها، هتعمل إيه في المبتدأ والخبر؟ هتخلي هنا الفاعل أهو، لأن ده فعل يبقى لازم فاعل. هتخلي المبتدأ ده مفعول به أو، وطبعاً أي مفعول به بيكون إيه؟ منصوب. ومفعول به تاني، وبرضو أي مفعول به بيكون منصوب. مثال: المهندسون بارعون مثلا، مبتدأ مرفوع بالواو، خبر مرفوع بالواو. لو انا دخلت اي واحده بقى من اخوات ظن، ظننت، ادي ظن فعل والتاء دي تاء الفاعل. المهندسون بارعون مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ايه اللي هيتغير؟ هيبقى مفعول به أول، مفعول به تاني، وعلشان هو جمع مذكر سالم هيبقى منصوب، بس منصوب بالياء، هتبقى المهندسين بارعين. يبقى إيه اللي حصل في الجملة الإسمية اللي هي مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع؟ لما دخلت ظن نسختها، معنى النسخ يعني التبديل، التحويل، أي حاجة كده. المهندسين مفعول به أول منصوب بالياء، بارعين مفعول به تاني منصوب برضو بالياء لانه جمع مذكر سالم. طب انا شلت ظن، هترجع المهندسون بارعون، حطيت ظن هتبقى المهندسين بارعين، مفعول به اول مفعول به تاني، اصلهم مبتدا وخبر. يبقى ظن واخواتها بتنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر. اشيل الفعل ظن او حسبة أو أي فعل منهم والفاعل بتاعه، ألاقي الجملة مكونة من مبتدأ وخبر طبعاً بعد ما أخليها مرفوعة تاني. خلاص يا جماعة؟ يبقى ظن وأخواتها أفعال ناسخة بتدخل على الجملة الإسمية اللي هي مكونة من مبتدأ وخبر، بتنصبهم تخليهم مفعول به أول ومفعول به تاني. خلاص؟